على بعد حوالي 60 كيلومترا عن مدينة مراكش تقع محطة أوكيمدن. هذا الفضاء الذي كلما حل فصل الشتاء إلا وارتدى معطفه الأبيض، ثلوج بيضاء تغطي جبال هذه المنطقة والتي يتجاوز علوها 3000 متر، لتمنح لمرتاديها الفرصة للاستمتاع بجمالية المنظر ولملا ممارسة بعض الرياضات الشتوية. أوكيمدن منطقة جبلية زوينة، هذا العام الحمد لله كاين ثلج كثير، تنجيو كل عام تنمارسوا الهواية ديالنا هنايا. وكاينين دي بيست لجميع المستويات ديال هواة التزلج على الجليد. جينا حنايا كرحلة ونحن توت ان جروب دو بيرسون باش نستافدو ونشوفو هنا المنطقة ديال أوكيمدن، سي لا بروميييغ فوا كنجيو ليها. ميتنون سي لي فاكونس اي اون اي فينو ا أوكيمدن، اون بروفيت بيان. اي في ان بو فرو مي سي جينيال، اي في تري بو اي اد بو بيزاج ايسي. سياح من داخل المغرب وخارجه يقصدون محطة أوكيمدن خصوصا أثناء عطلة نهاية الأسبوع، محطة تقدم لزوارها العديد من الأنشطة الترفيهية وتعتبر بمثابة متنفس للهروب من ضوضاء المدينة نحو هدوء وجمال الطبيعة. منظر مزيان بزاف، حنا جينا من تطوان، تطوان كما كتعرفوا معروفة عنا بالصيف وهذا، ولكن حتى هنا عاودت المناظر ديال الثلج وهذا شيء رائع بزاف. الاستقبال كان زعما في المستوى، جبرنا لوطيلات ما كاين مشكل، جبرنا النظام كاين زعما مضبوط، الامور كامله مزيانه. هنا مبدل على تطوان ديالنا، وهنا كاين الثلج وبارت، ولكن في البلد ديالنا كاين الحراره. جيتني هنا نمشي ندوز لي فاكونس مزيان مع العائله ديالي. جبت الوليدات العائله باش ندوزوه، فهمتي مو هنايا في أوكيمدن، سي فريمون مانيفيك. كل زائر لهذا الطرف الجميل لا يتردد لوهلة في القدوم إليه مع اقتراب كل فصل شتاء، فالمنظر من أعلى محطة ثلجية في إفريقيا يستحق ذلك.